نتابع في عناصر الانتماء رقم 2 وهو الولاء للوطن، ويعتبر الولاء جوهر الالتزام والاعتزاز بالوطن أرضا وشعبا ونظاما. العنصر الثالث وهو حب الوطن، ويعد حب الوطن قيمة إنسانية توافق الفطرة السوية. أساليب تنمية المواطنة وفقا لرؤية المملكة 2030. برزت أهمية الوطن في رؤية 2030، حيث كان من محاورها بناء مجتمع حيوي يعيش أفراده وفق المبادئ الإسلامية ومنهج الوسطية والاعتدال، ومعتزين بهويتهم الوطنية وفخورين بإرادتهم الثقافية العريقة في بيئة إيجابية تتوافر فيها مقومات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. كما برزت أهمية المواطنة في رؤية 2030، حيث كان من محاورها نتعلم لنعمل. سنواصل الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبنائنا في المعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل، وسيكون تركيزنا على تأهيل المدرسين والقيادات التربوية وتربيتهم وتطوير المناهج الدراسية، كما سنعزز جهودنا في موائمة المخرجات المتطورة في ريادة الأعمال. ويتضح مما سبق أن رؤية المملكة 2030 اهتمت بالمنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل، وسنركز على الابتكار في التقنيات طالبا كنا أو موظفا، وحرصت على التأكيد على تزويده بالمهارات اللازمة لوظائف المستقبل في التقنيات المتطورة.